الظهيرة من الميادين، السلام عليكم وإلى عناوينها. يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مجرم بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد. الملك سلمان يستكمل ترتيب شؤون سلطته داخل العائلة المالكة في السعودية بإعفاء مجرم ومتعب وسعود الفيصل وحصر السلطة بأيدي السديريين. طائرات التحالف السعودي تدمر مدرجي مطار صنعاء وتلقي كميات كبيرة من الأسلحة إلى مسلحي الإصلاح في تعز وسط اليمن. الكونغرس الأمريكي يصوت اليوم على قانون يتعامل مع الكرد والسنة كقوتين مستقلتين، والبرلمان العراقي يدعو الحكومة للرد. الشرطة الأمريكية تعتقل 235 شخصا في مدينة بالتيمور وتنشر الآلاف من عناصرها لفرض حظر التجول. وفي النشرة أيضا، بعد 15 عاما على إقراره، قانون حقوق المعوقين في لبنان ما زال حبرا على ورق. سلسلة تغييرات في إدارة المملكة العربية السعودية أجرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، فأعفى أخاه غير الشقيق الأمير مجرم بن عبد العزيز من ولاية العهد ليعين ابن شقيقه الأمير محمد بن نايف في المنصب. وفي سلسلة قرارات ملكية، عين الملك أيضا ابنه الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد، كما عين عادل الجبير سفير السعودية لدى الولايات المتحدة وزيرا للخارجية. الملك سلمان دعا إلى مبايعة ولي عهده وولي ولي العهد اليوم في قصر الحكم في الرياض. يعفى صاحب السمو الملكي الأمير مجرم بن عبد العزيز آل سعود من ولاية العهد ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء بناء على طلبه. ثانيا، اختيار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود وليا للعهد، وتعيين سموه نائبا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للداخلية، ورئيسا لمجلس الشؤون السياسية والأمنية. فقد اخترنا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود وليا لولي العهد، وأمرنا بتعيين سموه نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء، وزيرا للدفاع، ورئيسا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الموافقة على طلب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود وزير الخارجية إعفائه من منصبه لظروفه الصحية. تعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد إضافة إلى التغييرات التي أحدثتها حزمة الأوامر الملكية، خصوصا مع خروج حقيبة سيادية وهي الخارجية، وللمرة الأولى من يد العائلة الحاكمة، يعرضها الزميل أحمد عبد الله. أهلا بكم. إعفاء الأمير مجرم بن عبد العزيز من ولاية العهد وتعيين ابن أخيه الأمير محمد بن نايف وليا للعهد ونائبا لرئيس الوزراء مع احتفاظه بمنصب وزير الداخلية أبرز ما تضمنته حزمة التغييرات الجديدة التي أمر بها الملك سلمان بن عبد العزيز. الأمير مجرم هو الأصغر سنا بين أبناء الملك عبد العزيز مؤسس المملكة، ولم يمضي على تعيينه وليا للعهد سوى 4 أشهر إثر وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز بداية العام الجاري، فيما أصبح الأمير محمد بن نايف أول حفيد للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة يعين وليا للعهد. الأمر الملكي تضمن أيضا تعيين نجل الملك سلمان الأمير محمد وليا لولي العهد ليصبح الثانية في ترتيب الخلافة مع احتفاظه بمنصب وزير الدفاع. الإعفاء اللافت أيضا كان لوزير الخارجية الأمير سعود الفيصل الذي يتولى هذا المنصب منذ عام 1975، وأوكل إليه منصب شرف جديد هو الإشراف على شؤون الخارجية، وعين بدلا منه عادل الجبير وهو سفير السعودية لدى الولايات المتحدة. التغييرات شملت أيضا تعيين خالد الفالح وزيرا للصحة ورئيسا لمجلس إدارة شركة أرامكو، وتعيين عادل فقيه وزيرا للاقتصاد والتخطيط، ومفرج الحقباني لوزارة العمل. لائحة التغييرات تضمنت إعفاء خالد بن عبد الرحمن العيسى نائب رئيس الديوان الملكي من منصبه، وتعيين حمد بن عبد العزيز السوالم رئيسا للديوان الملكي، وإعفاء عبد الرحمن الهزاع رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون من منصبه، وتكليف الدكتور عبد الله بن صالح الجاسر نائب وزير الثقافة والإعلام بترأس الهيئة إضافة إلى عمله.
وينضم إلينا من الرياض الرئيس التنفيذي للمنطقة الخليجية للدراسات سليمان النمر. سيد سليمان، يعني جملة تعيينات جديدة بعضها لافت في السلطة داخل المملكة العربية السعودية، كيف نفهمها؟ برأيي أن التعيينات الجديدة للملك سلمان بن عبد العزيز تأتي في إطار استكمال بناء الدولة السعودية العصرية والحديثة، وأستطيع أن أسميها هي الدولة السعودية الرابعة. وهذه التعيينات وما سبق من تعيينات يرسم من خلالها الأمير الملك سلمان بن عبد العزيز مستقبل هذه الدولة الذي سيعتمد على الجيل الثالث من أبناء الأسرة الملكية السعودية الحاكمة. وأعتقد أن كما جاء التعيينات تؤكد أن المعيار في اختيار أصحاب المناصب ليس لكونهم قريبين من الأسرة أو من أبناء الأسرة بقدر ما هو الكفاءة والكفاءة الإدارية والسياسية. وهذا ما يشير إليه تعيين السفير عادل الجبير وزيرا للخارجية. كما هو معروف أن وزارة الخارجية السعودية منذ 40 عاما كان يتولاها الأمير سعود الفيصل، وقبله كان يتولاها والده الملك فيصل بنفسه مع وجود وزراء دولة للخارجية. والجدير بالذكر أن الأمير سعود الفيصل بسبب ظروفه الصحية كان لا يستطيع أن يقوم بكامل أعباء وواجبات هذا المنصب المهم في المملكة العربية السعودية. ولاحظنا خلال الفترة الماضية بزوغ نجم السفير السعودي لدى واشنطن عادل جبير من خلال المؤتمرات الصحفية والإعلامية التي كان. سيد سليمان، سنتحدث تحديدا عن هذا الموضوع، عن تسمية السيد عادل جبير لوزارة الخارجية بعد قليل، لكن فيما خص ما تحدثت عنه انتقال السلطة إلى الجيل الثالث اليوم في السعودية، أيضا إعفاء الأمير مقرن من ولاية العهد، الأسباب التي طلب بناء عليها الأمير مقرن إعفاءهم ولاية العهد، ما هي لديك معطيات حولها؟ أيضا انتقال السلطة إلى الجيل الثالث، إلى أي مدى ممكن أن يؤثر ذلك داخل هيكلية العائلة الحاكمة في السعودية؟ في الحقيقة الأمير مقرن بن عبد العزيز منذ أن كان وليا لولي العهد في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز كان يلاحظ عزوفه عن ممارسة الكثير من مهام منصبه كرجل ثالث في الدولة. واستمر في ذلك المنهج بعد أن عين وليا للعهد، حيث لاحظنا أن ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف الذي أصبح وليا للعهد كان مسؤولا عن معظم الملفات السياسية والأمنية في السعودية، بالإضافة إلى أن الأمير محمد بن سلمان أيضا الذي عين وليا للعهد كان مسؤولا عن ملفات أخرى. وفي حين كان الأمير مقرن بن عبد العزيز يعزف عن ممارسة مهام منصبه كرجل ثاني في الدولة. ومن هنا يبدو أن الأمير مقرن بن عبد العزيز كما جاء في بيان أو كما جاء في القرار الملكي هو الذي طلب إعفاءه من منصبه. ومن المعروف أن الأمير مقرن بن عبد العزيز شخصية اجتماعية تحب النشاطات الاجتماعية أكثر من النشاطات السياسية. طيب، فيما خص تسمية عادل جبير لمنصب وزارة الخارجية، تسمية أيضا كما ذكرت سيد سليمان هي من خارج العائلة الحاكمة، ترددات هذا الموضوع على الصعيد السياسي داخل السعودية وأيضا على صعيد العائلة الحاكمة. في الحقيقة كما يعني أكرر القول أن المعيار الذي اعتمده الملك سلمان بن عبد العزيز وأقنع به أبناء العائلة أن المعيار لأي منصب ولأي مسؤول هو الكفاءة أكثر منه القرب من العائلة أو أن يكون من صاحب أو أن يكون من أبناء العائلة. لذا فالسفير عادل جبير أثبت كفاءته خلال السنوات الماضية كدبلوماسي محنك، وهو كان يعني مطلع دائما وشريك في أي محادثات سعودية مع الإدارة الأمريكية. ومن المعروف أنه عين عام 2007 كسفير للسعودية في واشنطن. وأعتقد أن الأمير سلمان بن عبد العزيز في رسمه
أو كما قلت سابقا في إطار استكمال بناء الدولة السعودية العصرية والحديثة التي تلغي الترهل الذي ساد في الإدارة السعودية خلال السنوات الماضية العشر أو الخمسة عشر الماضية. فمن هنا جاء برجل كفؤ دبلوماسي محترف وكفؤ وهو عادل جبير كوزير للخارجية السعودية، وأعتقد أن هذا يمهد لحصول تغييرات عديدة ومتعددة في السلك الدبلوماسي السعودي. نعم، إذا السيد سليمان النمر الرئيس التنفيذي لملتقى الملتقى الخليجي للدراسات حدثنا من الرياض، شكرا لك. إلى اليمن، حيث ألقت الطائرات السعودية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر لمسلحي الإصلاح أو من تسميهم المقاومة الشعبية في تعز وسط اليمن، وذلك بحسب ما أفاد به مراسلنا. أما في حرض بحج غرب البلاد فقد قصفت الطائرات السعودية المجمع الحكومي ومبنى مصلحة الطرق، كما جددت استهدافها منطقة فج عطان غرب صنعاء بأكثر من غارة جوية. عداد الغارات كما عداد الموت كلاهما إلى ارتفاع في اليمن. هذه الصورة ستظل شاهدة على حرمان اليمنيين من مساعدات إنسانية. فالغارات السعودية دمرت أمس مدرجي الهبوط والإقلاع في مطار صنعاء الدولي عندما حاولت طائرة إيرانية تحمل مساعدات إنسانية تحدي الحظر الجوي والنزول على أرض المطار. مطار الحديدة على سواحل البحر الأحمر غربا تلقى هو الآخر ثلاث غارات أوقفت عمل مطار عروس البحر. غير بعيد عن الحديدة قصفت الطائرات السعودية المجمع الحكومي ومبنى مصلحة الطرق في حرض في حج غرب البلاد، واستهدفت مجددا منطقة فج عطان غرب صنعاء بأكثر من غارة جوية. أما شرقا حيث مأرب فقد سيطر الجيش اليمني على نقاط جديدة وقصف مواقع المسلحين في محيط المدينة مستمرا في التقدم. الغارات السعودية لم تتوقف على محافظة صعدة شمال غرب العاصمة، وللمرة الأولى تستهدف دماج جنوب شرقي المحافظة بثلاث غارات مع منطقتي آل عمار والنوعة. إلى تعز وسط اليمن ألقت الطائرات السعودية كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر إلى مسلحي حزب التجمع اليمني للإصلاح المرتبط بتنظيم الإخوان المسلمين. صناديق السلاح ألقيت تحديدا في شارع الستين وادي القاضي وبير باشا حيث تسيطر قوة حزب الإصلاح. يأتي ذلك بعد الحديث عن اتفاق لإيقاف المواجهات المسلحة وإخلاء المدينة من كافة مظاهر التسليح. إلى الجنوب في البيضاء ومنطقة خور مكسر في عدن استمر القصف السعودي لمواقع عديدة، وشن الجيش هجوما مضادا في لحج ردا على الهجوم على قاعدة العند العسكرية. على المناطق الحدودية مع السعودية في المنزالة والظاهر والملاحيض وشدى بصعدة في الشمال الغربي تواصل القصف الصاروخي والمدفعي بوتيرة عالية موازاة مع قصف على المداحشة وأم التراب والمزرق في حج غربا منعا لأي ارتدادات محتملة. ومن العاصمة اليمنية صنعاء ينضم إلينا مدير مكتبنا في اليمن أحمد عبد الرحمن. أحمد، آخر التطورات الميدانية لديك لاسيما في تعز وإلقاء أسلحة وذخائر من قبل الطيران السعودي لمسلحي حزب الإصلاح هناك؟ نعم دينا، سأبدأ من الغارات السعودية التي تواصلت على العاصمة صنعاء وعلى العديد من المحافظات اليمنية بما في ذلك المحافظات الجنوبية وأيضا محافظة مأرب شمال شرق العاصمة صنعاء. هذه الغارات قبل نحو ساعة من الآن استهدفت كما يبدو معسكر الحفا أو ريمة حميد إلى الجنوب من العاصمة صنعاء، وهناك غارات أخرى استهدفت منطقة صرواح في محافظة مأرب تحديدا المواقع التي تم السيطرة عليها من قبل الجيش واللجان الشعبية هناك. هذه المنطقة منطقة صرواح تم تأمينها من قبل الجيش بشكل كامل، إضافة إلى تواصل تقدم الجيش المسنود باللجان الشعبية التابعة لأنصار الله على العديد من المواقع والمحاور والجبهات الممتدة من صرواح إلى مدينة مأرب. وبالأمس تمكن من تأمين الطريق الممتد من صرواح إلى
صنعاء بشكل كامل. أيضا هناك غارات بحسب المعلومات الميدانية اليوم على مدينة عدن الجنوبية، واستهدفت هناك منطقة خور مكسر. بالنسبة لتعز دينا، هناك أسلحة ألقيت صباح اليوم، هي أسلحة نوعية بحسب المصادر التي تحدثت للميادين خلال الساعات الماضية. هذه الصناديق التي ألقيت في العديد من الشوارع والمناطق التي سيطر عليها حزب الإصلاح، والواقعة تحت سيطرة مسلحي حزب الإصلاح وأيضا أفراد من اللواء 35 الموالي للرئيس هادي. هذه الأسلحة التي وصفت بالنوعية من قبل مقربين من حزب الإصلاح ومما يسمى بالمقاومة الشعبية هناك، تضمنت صواريخ مضادة للدروع ورشاشات وكلاشينكوفات وأيضا ذخائر بحسب ما قيل لي، وهناك أسلحة أخرى لم يتم التعرف عليها، لكن كما قيل هي أسلحة نوعية جاءت كمدد أو إمداد ودعم لمسلحي الإصلاح هناك، الذين وجهوا خلال الأيام الماضية نداءات متواصلة لقوات ما يسمى بالتحالف السعودي أو عاصفة الحسم بمدهم بالأسلحة، وبالتالي تم الاستجابة لهذا الأمر من خلال هذه الصناديق التي ألقيت صباح اليوم. أيضا الصناديق والأسلحة ألقيت اليوم دينا في ظل هدوء تعيشه المدينة منذ يوم أمس، في ظل هدنة أبرمت بين طرفي المواجهات من أجل تمكين المساعدات الإنسانية والإغاثية للوصول إلى السكان المتضررين في الأحياء التي شهدت مواجهات عنيفة خلال اليومين الماضيين. إذن أحمد عبد الرحمن مدير مكتبنا في اليمن، سنكون معك فور ورود أي جديد، شكرا لك. وصفت الخارجية الإيرانية الخطوة السعودية بمنع طائرة مساعدات تابعة للهلال الأحمر الإيراني من الهبوط في صنعاء بأنها تنم عن الحقد. المنطقة باسم الخارجية مرضية أفخم اتهمت الرياض بممارسة المزيد من الضغوط على الشعب اليمني الأعزل من خلال هذه الخطوة، ودعت المنظمات الدولية والصليب الأحمر إلى إعداد أرضيات لإرسال المساعدات الغذائية والدوائية لليمن. وفي ظل استمرار قصف التحالف السعودي لليمن، تسعى بريطانيا إلى استعادة دورها التاريخي وحضورها في منطقة الخليج من خلال دخولها على خط الأزمات، وتعتمد في تحقيق سياستها على نسج علاقات أمنية وعسكرية مع دول الخليج لفرض حضورها السياسي والاقتصادي. موسى سرور، تفاصيل. لم تتردد المملكة المتحدة في تأييد عاصفة الحزم التي تشنها السعودية على اليمن، فالمملكة التي تعد أكبر سوق سلاح لبريطانيا لم تبخل عليها لندن ببيعها طائرات التايفون التي تستخدم في شن غارات ضد اليمنيين، فضلا عن توفيرها الدعم السياسي والتقني واللوجستي للرياض. فبريطانيا على استعداد لتقديم الدعم للسعودية بكل وسيلة عملية من دون المشاركة مباشرة في القتال، كما قال وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند. الحكومة البريطانية الحالية كانت رخصت ببيع أسلحة إلى السعودية بأكثر من 4 مليارات جنيه استرليني، وهذه الرخصة تضمنت طائرات التايفون التي تستخدم حاليا في اليمن ومعدات أخرى مثل الغاز المسيل للدموع والأسلحة المتوسطة. التورط البريطاني في صراعات الخليج يتزايد بنحو ملحوظ في السنوات الأخيرة من خلال نسج سلسلة من الاتفاقات الأمنية مع دول الخليج، فضلا عن توسعها العسكري من خلال إقامة قاعدة بحرية عسكرية دائمة في البحرين، حيث ستكون محطة لحاملتي الطائرات البريطانية. أعتقد أن سبب التورط البريطاني يعود إلى أن الولايات المتحدة تواجه صعوبة التدخل الدائم في كل أنحاء العالم، فهي تضغط على دول الناتو وتحديدا على بريطانيا وفرنسا من أجل لعب دورا في المناطق التي تريد تقليل حضورها فيها. الدول الخليجية التي تتعرض لانتقادات واسعة في بريطانيا بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان، فضلا عن تورط بعض الخليجيين في قضايا إرهابية، لم تثني حكومة كاميرون عن تمتين العلاقات الأمنية معها، لا سيما مع قطر التي وقع أميرها تميم بن حمد الثاني في أكتوبر تشرين الأول الماضي مذكرة أمنية لتبادل المعلومات الاستخبارية السرية تشمل التعاون الوثيق بين قوات الأمن في قطر ووكالة التنصت الإلكترونية في بريطانيا. بريطانيا التي تبحث عن مجدها الضائع في بلاد العرب واستعادة علاقاتها السابقة تمهيدا للعودة بفاعلية، تسعى بحسب المراقبين إلى ملء الفراغ بعد حرص الولايات المتحدة الأمريكية على خفض وجودها العسكري في المنطقة. مصر لندن، الميادين.
تصوت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي اليوم على قانون يتعامل مع البشمركة والفصائل المسلحة السنية كقوتين مستقلتين وفق ما ذكرت تقارير إعلامية أمريكية. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تهدف إلى إيجاد توازن للقوى أمام الكم الهائل من الجماعات المسلحة، كما تتيح لواشنطن تجنب التعامل مع الحكومة العراقية وتوجيه الدعم مباشرة إلى السنة والكرد وتدريب قوتهم. ومن بغداد ينضم إلينا العضو القيادي في ائتلاف دولة القانون محمد العقيلي. سيد محمد، نسأل بداية، ترددات هذا القرار الأمريكي داخل أروقة البرلمان في العراق أيضا على المستوى الشعبي، وماذا عن رد الحكومة؟ هل سنتوقع رد؟ شكرا جزيلا. يعني بالتأكيد الوضع العراقي المعقد والحرب الدائرة ما بين القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي من جهة والإرهاب من جهة أخرى، بالتأكيد مثل هكذا نزعات من داخل دول كبرى أو مجلس النواب من مجلس النواب الأمريكي بالتأكيد له انعكاسات وله آثار. لكن أنا أعتقد هناك إرادة شعبية وكذلك إرادة سياسية على الأقل يعني ما بين الفصيلين السني والشيعي، لا يريد أن يكون للتقسيم ولو بالمؤشرات ولو بالمعطيات أن تكون على أرض الواقع، لأن الوضع العراقي لا يتحمل. ربما الأكراد يرحبوا بهذا الموضوع، لكن بقية المكونات العراقية لا ترحب بهذا الموضوع، وأغلب الكتل السياسية لا ترحب بهذا. يعني يرحبون بأن يكون الدعم عبر الحكومة العراقية إلى الفصائل أو إلى المكونات العراقية، شرط أن يكون عبر الحكومة العراقية، لأن الحكومة العراقية ذات استقلالية وذات كيان وعضو مؤسس في الجامعة العربية وكذلك عضو مؤسس في جمعية الأمم المتحدة. فهكذا يعني توجيه من قبل بعض النواب الجمهوريين ينم على أنه في خلاف ما بين الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي داخل الولايات المتحدة الأمريكية. ومن ثم هناك يعني حتى من ضمن القرارات، أنا لا أريد أدخل في التفاصيل الدقيقة لهذا الموضوع، قد لا يلزم أن شرع هذا القانون وأصدر من مجلس النواب الأمريكي، قد لا يلقى صدى داخل الكونغرس الأمريكي وقد لا يؤخذ به يعني بالمرة من قبل الرئيس. لكن على المستوى العراقي سيد محمد الأمريكي. نعم سيد محمد، على المستوى العراقي كيف يتعامل الدستور العراقي مع جماعات تنسق، جماعات داخل الدولة العراقية تنسق مع دول خارجية من دون أو خارج إطار التنسيق مع الحكومة العراقية؟ يعني أولا الدستور العراقي واضح وصريح في هذا المجال. أولا المادة الأولى من الدستور العراقي تذهب باتجاه استقلالية العراق، والعراق بلد اتحادي فيدرالي مكون من طوائف، هذه الطوائف وهذه المكونات حسمت مصيرها بأن العراق واحد موحد، هذا جانب. الجانب الآخر مادة 9 من الدستور العراقي تحظر وجود ميليشيات خارج إطار الدولة، فبالتالي غير مقبولة أن تكون دول تدعم فصائل مسلحة داخل العراق دون علم الحكومة العراقية، فهذا يتعارض مع الدستور العراقي. ثالثا هناك حالة تجريم لكل من تثبت إدانته بأن يتعامل مع دول على حساب تهديد الأمن العراقي وعلى حساب المجتمع العراقي. هذا يعني يذهب القانون العراقي والقضاء العراقي إلى إقامة أقصى أنواع العقوبات بحق هذه الجهات إن ثبتت بالدليل القاطع. حقيقة تداعيات هذا الموضوع يعني قد فسرت بعدة تفاسير، يعني حتى الترجمة الحقيقية لهذا الموضوع قد أخطأت بعض القنوات الفضائية بالترجمة، هي لا تقول دولتين، يعني تتعامل الولايات المتحدة الأمريكية ودعمها إلى فصائل كردي وفصائل سني على أساس دولتين، لن يكون هذا في الترجمة الحقيقية، لكن الترويج الإعلامي من بعض الإعلام يعني قد شوه الحقائق وأربك بعض الأمور الموجودة في مجلس النواب وعلى مستوى الشعبي. لكن حقيقة الأمور هم يريدون أن يدعموا الفصائل المسلحة بمحاربة الإرهاب إذا كانت سنية أو كردية بمبلغ 715 مليون دولار. طيب من دون غوص في التفاصيل، من الناحية الدولية أيضا كيف يتم النظر لهذا الموضوع؟ طبعا نتحدث عن القانون الدولي، وسياسيا يعني يأتي هذا القرار بعد زيارة العبادي إلى واشنطن وحديثه من هناك عن عدم السماح لأي دولة بالمس بسيادة العراق، بالإضافة إلى يعني قوله نحن لا نستجدي مساعدة من أحد.
يعني دوليا حسب القرارات الدولية وحسب ميثاق الأمم المتحدة المادة الثانية الفقرة السابعة تنص على أن جميع الدول تحترم الدول الأخرى، أي دولة من الدول يجب عليها سواء كانت كبرى أو صغرى تحترم الدول في مقابلها وعدم السماح بتدخل في شؤون الغير. ثانيا هناك قرارات في جمعية الأمم المتحدة قرار 25 وقرار 26 يعني لن يسمح إلى أي دولة من الدول أن تتدخل تدخل سافر في شؤون الدول الأخرى، يعني على مستوى العسكري أو الأمني أو الاجتماعي أو أي تدخل، هذا مرفوض رفضا قاطعا من خلال هذه المنظمة الدولية. ثانيا زيارة السيد العبادي حقيقة يعني يفترض أن نفصل ما بين زيارة السيد حيدر العبادي كزيارة حكومة لحكومة، وهناك على هذا المشروع مقدم من قبل الحزب الجمهوري الأمريكي. هناك يعني صدر قبل قليل خبر من قبل الحكومة الأمريكية بأنها لا تدعم أي محاولة تقسيم إلى الأراضي العراقية ولا تدعم أي انقسام داخل المجتمع العراقي أو المكونات العراقية. هذا يعطي أنه هناك مؤشرات حقيقية بالمشكلات الداخلية تحاول بعض الأحزاب السياسية أن تصدر هذه الأزمة على المشهد العراقي أو بقية الملفات من قبل دول الشرق الأوسط. أنا أعتقد يعني منطقة الشرق الأوسط منطقة حساسة معقدة، يفترض مثل هكذا تداعيات لا تكون موجودة لأن الأمن العراقي سوف يؤثر على بقية أمن الدول المنطقة بأكملها، وهذا بات واضحا. نعم السيد محمد العقيلي القيادي في ائتلاف دولة القانون، شكرا لك. في المقابل دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي الحكومة إلى الرد على عزم واشنطن على التعامل مع الكرد والسنة كبلدين، بينما اعتبر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر أن مشروع القرار الأمريكي يؤشر إلى بداية التقسيم العلني للعراق، ودعا إلى رد حكومي صارم مهددا بضرب المصالح الأمريكية في العراق وخارجه في حال تم إصدار هذا القرار. أحبطت قوات الحشد الشعبي هجوما واسعا شنه العشرات من عناصر داعش استهدف ناحية تاز جنوب كركوك في العراق. يأتي ذلك في وقت سجلت فيه المعركة غياب أي دعم أو إسناد جوي وبري، ما ولد حالة من الاستياء لدى قادة ومقاتلي الحشد الشعبي. محمد كريم التفاصيل. من هذه النقطة انطلقت شرارة المواجهات التي وصفت بالأعنف. إنها قرية تل أحمد، البوابة الجنوبية للدخول إلى ناحية تازة جنوب كركوك. أكثر من 200 عنصر من داعش متحصنين بمدرعات محاولين اقتحام المنطقة، ونيران الحشد الشعبي تجهض العملية. 80 قتيلا وجريحا في الهجوم الأول، وبدأوا كما استمروا في ذلك وتكبدوا خسائر أكثر، فتقدر عدد الخسائر بالأرواح ما لا يقل عن 120 منهم. هذه المدرعة استخدمها المتشددون لاقتحام المنطقة، محاولاتهم لم تفلح بعدما تمكن أحد مقاتلي الحشد من تعطيلها بصاروخ محمول على الكتف في معارك أسفرت عن مقتل نحو 100 من المهاجمين. أكثر شيء عتبنا على الأخوان الكرد، هل يكونوا صفا واحدا عن أرضهم وعرضهم وبلدهم؟ هذا يعني ليش متروكة هاي الأرض؟ ليش شالوا قتلاهم وشردوا وجنوننا الأبطال، وإحنا جبنا السيارة مالتهم سحب لهنا، فسمعنا الدور أدموا 9 راعين السيارة اللي بها الموجودة، القيادة مالت السيارة هاي كتلوهم أدموهم هم نفسيتهم جماعتهم وعدم جماعتهم. غياب طائرات واشنطن وحلفائها عن تقديم الإسناد وعدم وجود أي قوة كردية تابعة للبيشمركة تدعم الحشد لم تمنع هؤلاء المقاتلين الذين قدموا من مختلف المحافظات من استعادة مساحات كانوا يسيطر عليها المتشددون في محور جنوب كركوك. أقليم كردستان يرحب بمشاركة الحشد الشعبي في تحرير الحويجة، مشاركة قد تكون نتائجها محسومة بحسب مراقبين بعد الأمثلة التي ضربها الحشد في مختلف محاور كركوك. محمد كريم أربيل، الميادين.
قال الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني، قال إن دعم بعض الدول للإرهاب إنما هو لتوفير الأمن للكيان الصهيوني، مشددا على دعم دول محور المقاومة لسوريا. شمخاني وخلال استقباله وزير الدفاع السوري العماد فهد جاسم الفريج لفت إلى أن مكانة سوريا ودورها المهم في المعادلات الإقليمية، وأشار إلى أن السعودية تعاني من صراع قوي داخل الهيكلية الحكومية، واعتبر أن الإعلان عن وقف العمليات العسكرية السعودية والاستمرار في قصف الأبرياء يدلان على الضياع والانقسام في السلطة. ميدانيا في سوريا، تواصل وحدات الجيش السوري تقدمها في ريف حماة الغربي واستعادة الحواجز لتأمين خطوط الإمداد البرية نحو جسر الشهور. ديما نصيف، تفاصيل. المشهد الذي يفرض نفسه منذ أيام في أجواء جسر الشغور وإدلب، الطائرات الحربية السورية تشغل مهاجمي مدينة جسر الشغور. العمليات الجوية أقامت جدارا بالنيران لعشرات الجنود السوريين المتحصنين في المشفى الوطني. إحدى وحداتها ما استطاعت تنفيذ كمينا بجبهة النصرة في المدينة نفسها. ومن تحولت جسر الشغور وإدلب إلى أكبر مركز يحشد لجبهة النصرة، لم تتوقف الغارات التي قتلت العشرات من الأرتال القادمة من تركيا. استعادة جسر الشغور ليست خيارا كماليا، وإنما ضرورة ملحة لحماية تحشدات الجيش في ريف إدلب وتحصيناته في ريف اللاذقية وخطوط إمداده بين الساحل وحلب ومنع تقدم المسلحين في ريف حماة. أرتال التعزيزات بدأت بالوصول إلى معسكر المصطومة التابع للجيش السوري في إدلب. المعسكر لا يزال عقدة العمليات في اتجاه أريحة وجسر الشغور وإدلب. العقيد سهيل الحسن قائد الهجوم أكد للرئيس الأسد تصميم الجيش على استعادة المنطقة. العملية البرية لم تنتظر التعزيزات لتبدأ، وقد انطلقت من جورين في ريف حماة. هي معركة تأمين خطوط الإمداد من سهل الغاب وجورين باتجاه جسر الشغور ووصولا أيضا إلى أريحة. ضربات الطيران ويشتت تحركاتها ومنع المجموعات الإرهابية من التحرك من الأراضي التركية باتجاه جسر الشغور. الأرتال تتقدم في المعارك في الطريق إلى جسر الشغور من سهل الغاب. الجيش احتوى الهجوم، استعاد حواجز غانيا والتنمية، وحداته تتقدم نحو اشتبرق قبل الدخول إلى جسر الشغور والكشف عن مجزرة قتلت فيها النصرة العشرات من اشتبرق. ديما نصيف، دمشق، الميادين. تبدأ اليوم في نيويورك صياغة نص الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمسة زائدا واحدا. وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قال إن الاتفاق صار أقرب من أي وقت مضى. من جهته رأى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن عملية صياغة نص الاتفاق النهائي تتطلب الكثير من الوقت. قال أيضا لقد اتفقنا بأن نخصص جميعا الوقت اللازم لهذا الأمر وأن نواصل العمل على مستوى الخبراء أو المديرين السياسيين وحتى على مستوى الوزراء فيما لو استلزم الأمر ذلك. في زيارة لافتة تفقد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الضاحية الجنوبية لبيروت للإشراف شخصيا على مواصلة تنفيذ الخطة الأمنية في أحيائها. المشنوق التقى نوابا من حزب الله وثمن تعاون أهالي الضاحية مع القوى الأمنية. عباس صباغ، وتفاصيل. الضاحية الجنوبية لبيروت استقبلت وزير الداخلية نهاد المشنوق على خلاف مناطق أخرى شهدت تظاهرات مناهضة له ودعته للاستقالة. واللافت أن هذه الدعوات انطلقت من شمال البلاد حيث يتمتع تيار المستقبل الذي ينتمي إليه المشنوق بنفوذ لافت. ما في مناطق مسكرة على الدولة ومناطق مفتوحة، هذه منطقة جزء من لبنان، ومسؤوليتنا ومسؤولية كل اللبنانيين أنه يتصرفوا على هذا الأساس. الوزير جال في الضاحية مثمنا تعاون أهاليها مع القوى الأمنية، أما الأخيرة فواصلت تنفيذ خطتها الأمنية في المنطقة. أهالي الضاحية رحبوا بتنفيذ الخطة متمنين على الحكومة أن تولي منطقتهم اهتماما أكبر وألا تعمد إلى الاستنسابية في تنفيذ القوانين. كثير ممتازة والله، ونتمناها على طول تكون حاجة. يقولوا دولة داخل دولة، أحي الدولة. ها، من رددها تفوت على الضاحية؟ كل ساعة بيتهمونا دولة داخل دولة، أحي الضاحية خيي. ها، يفوتوا بطرح ودوا أهلا وسهلا فيهم. اسمهن من الأساس موجودين على كل مداخلها وما خارجها. بلبنان كله ما موجودين إلا عنا بالضاحية.
من الكنيسي للمشرفيه للطيوني لشتيله، وين ما بتفوت موجود الجيش والدرك وامن العام، كلهم موجودين على كل الطرقات، واهلا وسهلا فيهم فادي عوض. الخطه الامنيه يردها البعض هنا في لبنان الى استمرار الحوار بين حزب الله وتيار المستقبل ونتائجه الايجابيه في تخفيف الاحتقان الداخلي. وزير الداخليه يزور الضاحيه الجنوبيه للمره الاولى منذ سنوات ويشرف شخصيا على تنفيذ الخطه الامنيه وسط ارتياح اهاليها. عباس صباغ من الضاحيه الجنوبيه لبيروت، الميادين. اندلعت مواجهات بين قوات الشرطة ومحتجين نيباليين في العاصمة النيبالية كاتموندو. الاحتجاجات اندلعت بعد تأخر وصول شاحنات خصصتها الحكومة لنقل ناجين في المناطق المنكوبة في العاصمة. زلزال مدمر كان ضرب نيبال الأسبوع الماضي أسفر عن سقوط 5000 قتيل على الأقل وآلاف الجرحى، فيما لا تزال فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين وضحايا تحت الأنقاض. أعلنت الشرطة الأمريكية اعتقال 235 شخصا في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند إثر احتجاجات واسعة النطاق وأعمال شغب. واندلعت هذه الأعمال في المدينة بعد تشييع جنازة شاب من أصل أفريقي قتل على أيدي رجال أمن. هذا وانتشر الآلاف من عناصر الشرطة لفرض حظر التجول في بالتيمور ومنع المزيد من أعمال العنف بعد ليلة شهدت أعمال شغب ونهب وحرائق. إلى الصومال، حيث تشهد مهنة الحدادة في العاصمة مقديشو تراجعا حادا بعدما فقدت منتوجات أصحابها اليدوية الاهتمام المحلي، وتوجه التجار إلى الصناعات المنزلية المستوردة من الخارج التي يفضلها المستهلكون بدلا من تلك التقليدية. شافعي محمد والتفاصيل. عبد حسين، المهنة حداد، أمضى أكثر من 19 عاما في هذه المهنة. اليوم تغيرت الحال ولم تعد تدر دخلا كبيرا على أصحابها، فالمهنة التي كانت موروثا ثقافيا وقبلة للحرفيين والتجار المحليين باتت اليوم مهددة بالانقراض مع عزوف الأيدي العاملة عنها وتدفق المنتجات المستوردة. على الرغم من سنوات الرخاء التي تمتعت بها هذه المهنة، إلا أنها تشهد حاليا تراجعا ملحوظا بسبب عزوف أصحابها عنها واستيراد الصناعات المنزلية من الخارج. في أسواق مقدشو يلحظ الزائر غياب المنتجات المحلية مقابل طغيان الأواني المنزلية المستوردة من الخارج، فهي تبدو للعين أكثر جمالا وسعرها مقبول كما يقول أصحابها. نحن نبيع هنا الأدوات المنزلية المستوردة من الخارج فقط، وهي الأكثر شيوعا بين كثير من الناس، إذا لا يلجأ الناس إلى استخدام الأدوات المنزلية التقليدية التي يصنعها الحرفيون. بعض الحرفيين القدامى لا يجدون بديلا عن التمسك بحرفهم القديمة وتراث الأجداد، كما أنها توفر لهم قوت أولادهم. نحن نصنع هنا الأدوات المنزلية خاصة القدور والخناجر إلى جانب إصلاح بعض الأدوات المنزلية، ورغم ما تشهد هذه المهنة من تراجع إلا أنها لا تزال تشكل مصدر قوت لأسرتي. ويؤكد الحدادون هنا أن الحفاظ على الأيدي العاملة في إنتاج صناعاتهم المتوارثة يتطلب من الجهات المعنية توفير ورش متطورة لمنع مهنتهم من الاندثار. بين المطرقة والحديد تتجدد معاناة هؤلاء الحدادين اليومية الذين يتسلحون بقدر من الصبر والبأس في مواصلة عملهم الشاق رغم التطور التكنولوجي الذي استحدث أدوات جديدة تغرق الأسواق المحلية بكبسة زر واحدة. شافع محمد، مقدشو، الميادين. أهلا بكم. أكبر ثلاث نقابات عمالية في المغرب أكدت مقاطعة احتفالات عيد العمال الذي يصادف يوم الجمعة المقبل في الأول من أيار مايو احتجاجا على أداء الحكومة وعدم تحقيق مكتسبات للطبقة العاملة المغربية. الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل أعلنت مقاطعتها للتظاهرات نظرا إلى تهميش مطالب الطبقة العاملة المغربية.
كشف مستشار رئيس الحكومة العراقية للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح أن صندوق النقد الدولي وافق على منح بلاده قرضا بقيمة 800 مليون دولار مخصصة لقطاعات التعليم والصحة بفائدة لا تتجاوز 1%. وأشار صالح إلى أن قانون موازنة العام الحالي خول وزير المالية الاستمرار بالاقتراض من صندوق النقد الدولي ما يكمل مبلغ 4 مليارات و500 مليون دولار لسد العجز المتوقع في الموازنة العامة. أعلنت وزارة الصناعة والمعادن العراقية عن مباشرة الشركة العامة لصناعة السيارات بتنفيذ أول مصنع لتجميع سيارة باسم وتصميم عراقيين تغطي نسبة 25% من حاجات السوق. المدير العام للشركة العامة لصناعة السيارات عدنان أحمد رزين أكد المباشرة بتشغيل مصنع تجميع السيارات الصينية وفق تصاميم ومواصفات تلائم الشارع العراقي، على أن الهدف الرئيسي يتمثل في تمكين شركات القطاع العام والخاص من تصنيع أجزاء السيارة لتجري عملية التصنيع داخل البلاد. افتتحت قطر مشروعا لاسترداد الغاز المتبخر أثناء عمليات الشحن بقيمة 1 مليار دولار، ويعد أحد أكبر الاستثمارات البيئية وأهم مشروع لاسترداد الغاز المتبخر في العالم. ويخفض المشروع نسبة الحرق في الميناء بنسبة 90%، أي ما يعادل 1,600,000 طن من الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وهي كمية توازي الانبعاثات التي تنتجها نحو 175,000 سيارة سنويا. ويساهم المشروع باستعادة 600,000 طن من الغاز سنويا، ما يكفي من أجل توليد الطاقة اللازمة لحوالي 300,000 منزل. انضمت الشركتان البريطانيتان أميك فوستر ويلر وبتروفاك إلى قائمة شركات الخدمات النفطية التي تخطط لخفض أعداد الموظفين بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط. وهوت أسعار النفط 50% في الربع الأول من العام الحالي بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما دفع شركات التنقيب الكبرى إلى خفض ميزانيات الإنفاق وإعادة التفاوض مع شركات الخدمات. وتراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء بسبب وفرة المعروض وضعف الطلب، وهو ما طغى على التعيينات الجديدة التي حصلت في السعودية، ولا سيما لجهة إعفاء الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية السعودية أرامكو من منصبه. هذا وعين خالد الفالح رئيسا تنفيذيا لشركة أرامكو خلفا لوزير النفط علي النعيمي. وغالبا ما تؤثر التعديلات الداخلية في السعودية على أسعار النفط لأنها أكبر مصدر للنفط في العالم. 1600 مليار دولار كلفة تلوث الهواء المنبعث من أوروبا. منظمة الصحة العالمية قالت إن هذا التلوث يؤدي إلى مئات الآلاف من الوفيات، ويكلف الحكومات في باقي القارات أكلافا باهظة لتوفير العلاج. وقدر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في أوروبا وصول أعداد الوفيات إلى 600 ألف شخص في 53 دولة أوروبية عام 2010 بسبب الجسيمات الدقيقة المنبعثة من المركبات والصناعات وبسبب حرق الوقود في المنازل. قام مصرف باركليز بتأمين نحو 1,200,000,000 دولار لتغطية تسويات محتملة لمزاعم تلاعب في أسعار الصرف الأجنبي، ما أدى إلى انخفاض أرباح البنك نحو 25%. وكان باركليز قد انسحب من تسوية بين السلطات الأمريكية والبريطانية وستة بنوك منافسة في تشرين 2 نوفمبر الماضي، لأنه لم يتوصل إلى اتفاق مع الجهات التنظيمية في نيويورك. 15 عاما مرت على صدور القانون 220 المتعلق بالأشخاص المعوقين في لبنان. ماذا طبق من هذا القانون، وما هو المسار الذي سيسلكه ذوي الاحتياجات الخاصة في لبنان لتطبيقه؟ سامي جلول وتفاصيل. بعد سنوات طويلة من العمل المطلبي أقر القانون 220 المتعلق بالأشخاص المعوقين في لبنان. مبني القانون على مبدأ الحق، وتضمن بعض الحقوق القانون 220، منها الحق بالعمل، الحق بالتعليم أو التربية، الحق بالخدمات الصحية، الحق ببيئة مؤهلة هندسيا، ونص على بعض الخدمات الأساسية. القانون يسمح بإعفاءات جمركية، أيضا هناك الإعفاءات البلدية. على الرغم من أهمية هذا القانون إلا أنه غفل عن الكثير من الحقوق، مثلا حق الشخص المعوق وخصوصا الطفل بحياة أسرية،
الحق بالتعليم مظبوط موجود إنما مش عم يطبق. الحق بحياة اجتماعية منه موجود بالقانون. واليوم وبعد 15 عاما لا يزال هذا القانون حبرا على ورق. هناك مجموعة قرارات صدرت من وزراء سابقين بفرض التطبيق المجاني لأشخاص ذوي الإعاقة، لم تحترمها المستشفيات. وزارة التربية حتى هذه اللحظة لم تقم بما هو مطلوب فيما يتعلق بمسؤوليتها التربوية في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس وفي تأمين بيئة مدرسية دامجة. على الأقل ما شفنا خطة استراتيجية تعممت بتقول كيف رؤية هالحكومة بدها تروح بتطبيق هيدا القانون. نحن حقوقنا متنوعة ومتعددة، مفترض يتم احترامها. حياة الجيل الجديد اللي عم يطلع منا للهدر، في أطفال بدها تروح على المدارس وما في مدارس تدخلها، في ناس بدها تشتغل وعم بتموت من الجوع وما حدا عم يسأل فيها، و30 نيسان نازلين على قدام القصر الحكومي نازلين نطالب بالأجوبة الواضحة والصريحة. بين التعديل والتطبيق ضاعت الحقوق، وحال المعوق في لبنان يسأل متى سيتم الاعتراف به كمواطن لبناني. أهلا بكم. حلم بايرن ميونخ بالتتويج بثلاثية هذا الموسم يتبخر على أعتاب كأس ألمانيا. ركلات الترجيح تبتسم لبروسيا دورتموند الجريح وتنتقل به إلى النهائي. كتيبة يورغن كلوب حسمت اللقاء بعد انتهاء المباراة بوقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. تزحلق لام وألونسو خلال التسديد وفشل ماريو غوتزي والحارس مانويل نوير في التعويض. Und der versimmelte rutscht aus. Vielleicht gerade noch einhalten können, aber war das ist rutschig. Aber für ihn reicht es. Dortmund führt. خسارة بايرن جاءت مضاعفة مع إصابة أريون روبن وروبرت ليفاندوفسكي. إدارة العملاق البافاري أعلنت أن روبن سيغيب حتى نهاية الموسم. أما ليفاندوفسكي فتعرض لكسر في فكه وأنفه إضافة إلى ارتجاج في المخ، وحتى الآن لم تعرف مدة غيابه عن الملاعب. شكلت سداسية برشلونة في مرمى خيتافي أفضل مناسبة للرد على تهكمات كارلو أنشيلوتي. لويس إنريكي أعرب عن ثقته في التتويج بلقب الدوري الإسباني. مدرب برشلونة رد على نظيره في الريال وقال إن أندية الليغا قادرة على عرقلة ريال مدريد في المباريات المتبقية. فوز البارسا في افتتاح المرحلة 34 وسع الفارق إلى 5 نقاط مع مطارده الملكي قبل لقائه اليوم مع ألميريا. هواية تحطيم الأرقام القياسية واصلها ليو ميسي. رسميا أصبح نجم برشلونة اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف في تاريخ الدوري الإسباني من دون احتساب ركلات الجزاء. أفضل لاعب في العالم 5 مرات رفع عدد أهدافه إلى 244 ليتخطى بفارق هدف واحد أسطورة أتلتيك بلباو السابقة تلمزارا. دورة الألعاب العربية مجددا تقع ضحية الأوضاع الأمنية. مصر ترفض استضافة نسخة هذا العام خلال مؤتمر وزراء الشباب والرياضة العرب في القاهرة. رفض مصر للاستضافة نهاية العام الجاري دفع الوزير اللبناني عبد المطلب حناوي إلى اقتراح تأجيلها إلى 4 سنوات على أن تستضيفها بيروت. مقترح سيطرح خلال جلسات اليوم في مقر جامعة الدول العربية. وكان لبنان قد اعتذر عن استضافتها لأسباب أمنية فتقرر نقلها إلى المغرب التي اعتذرت بدورها، فتقدمت مصر لإنقاذها قبل أن تتراجع عنها. في دوري السلة الأمريكي للمحترفين تأهل منطقي لهيوستن روكيتس إلى نصف نهائي المنطقة الغربية على حساب دالاس مايفريكس. جيمس هاردن سجل 28 نقطة و8 كرات حاسمة حسم بها السلسلة السباعية بفوز رابع. ديريك نوفيتسكي كان الأفضل في صفوف دالاس ب 22 نقطة و14 متابعة، ويترقب روكيتس الفائزة من سلسلة لوس أنجلوس كليبرز وسان أنطونيو سبيرز. Berea gives it up. Chandler from Berea.
إلى عالم الكرة الصفراء، حيث تأهل نيك كيرجيوس إلى الدور الثاني من بطولة أستوريل المفتوحة. الأسترالي تألق على الأراضي البرتغالية وحسم مباراته مع الإسباني ألبرت راموس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. تبقى إلى الدور نفسه الفرنسي ريشارد غاسكي المصنف 28 عالميا، تخطى الأسترالي الآخر مارينكو ماتسوفيتش بمجموعتين من دون مقابل. والآن إلى الماضي الحاضر.